لابد أن نكون جزءا من مجتمع القدوة فيه تتحمل كما يتحمل أبناؤها. ما ممكن تتولد يتولد الصبر الحق، وبالتالي مواجهة كل تحديات المجتمع وأمراضه وفقره ومشكلاته، مع أننا نقول نستعين بالله ونتوكل على الله، لكن حتى يشعر القلب بالطمأنينة والسكينة ويرتقي إلى حقيقة الاستعانة، ومن ثم يكون عنده الإمداد المستمر بالقوة، أن يشعر حقيقة وصدقا أن القدوة تتحمل كما يتحمل، وتمرض كما يمرض، وتجوع كما يجوع، وتشعر بكل مشكلاته وأحاسيسه وأمراضه وآلامه وآماله فتتفاعل معها، ثم يشعر بعد ذلك أنه في مجتمع الأمانة والصدق، فلا فساد ولا إفساد، بل صلاح وإصلاح مع صدق وإخلاص وتجرد لله. عندئذ تكون حركة المجتمع حركة واحدة باتجاه ما يرضي الله، فيكون هذا الإنسان القوي بالله الثابت في مواجهة كل هذه التحديات.